واخيرا تقادت لي الكاميرا، راه حلفت حتى نصور هذا الفيديو هذا وحلفت الكاميرا اللي تقاد لي. مهم السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. بغيتكم تكونوا ضاحكين ناشطين فرحانين، ما عندكم حتى شي مشكل، خوي وراسكم ديروا غسل الدماغ على اي مشكل كان عندكم، غير ماشي غير حتىش كتفرجوا فيا، لا على كلشي اي حاجة، راسك هو الاول، تهلاي في راسك، ما دير حتى شي هضره على حتى شي حاجه. كنصحكم البنات ريوسكم هما الاولين، فكروا اي حاجه ما تفكروا يعني ما تفكروا فيها، فكروا في ريوسكم عاد فكروا في الحاجه اخرى. هادشي اللي غنقول لكم البنات، ما ديوش على هادشي اللي كاين هنا، هادشي غير شويه قديتو صافي، اللي عجبكم هي هذيك، ما عجبكمش هي هذيك. كما كتشوفوا عندي هنا الكوافوزه راها قديمه، ما ديوش عليها، وهادشي حاطه حدا راسي باش الا احتاجيتها هكا شي حاجه ندهن بها، ولا رشقت لي نصبغ ولا رويحه ولا شي حاجه، المهم حاطاهم حدايا وصافي. هادشي كلشي كيديروه كاع العيالات. مهم البنات، بغيت نقول لكم اللي يلاه كتشوف دابا في قناتي ولا في هذا الفيديو هذا، تمشي دابا تهبط تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصل لها كل جديد اللي غادي ندير ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق هادشي اللي كاين. وكنقول تحيه لمولات، ماشي مولات ديزلايك عارفه راسها مولات ديزلايك. كنلاحظ البنات فيديوهاتي كاملين فيهم ديزلايك وحده، يعني وحده كمعروفه، يعني فيديوهاتي كنتمنى ماشي كنتمنى، كنشكر بعدا كنشكر بعد المتتبعات ديالي ما كيديروش ليا ديزلايك، حيتاش كاينين بعض المتتبعات واخا ما كيعجبوش الفيديو ما كيديروش لك ديزلايك، هادي هي باش زوينه ما كيديروش لك ديزلايك، ووحده كتعرفك كدير لك ديزلايك. المهم البنات ما ديش على الهضره هادي، اليوم بغيت نهضر لكم على هاد الكريم موزيل هكا يا موزيل الشعر الوجه والساقين والابيض والشيء داكشي الاخر. مهم البنات بغيت نقول لكم هاد الكريم راه زوين بزاف بزاف بزاف، هذا كنستعملو غير الضروره، ما كنستعملوش ديما، يعني كنقول لكم بحال اختها، يعني ما كنصحكمش ديروه كل سيمانه ولا كل 15 يوم، ولا كنقول لكم غير الضروره، يا يعني اما كنتي مسافره وجاتك سافر على غفله، عندك عراضه وجاتك عراضه على غفله، كنتي خارجه وما بغيتيش ديري شي وصفه تحيدي بها ديري هذه، يعني هادشي اللي يعني كان انا ننصح بلاصير حسن يعني على هذه مضره بزاف، وكاين اللي ما كيعرفش ليها كتخرج ليه على البشره ديالو. هذه البنات كاينه بزاف منكم البنات كيتشكاو على الزروقيه ديال الموستاج، نوضت ليا صغار كثار، دار بزاف تاع الحوايج. المهم طريقه الاستعمال راه ما كتعرفوش ليها باش غادي تستعملوها. هذه البنات شريتها ب 300 ريال، وهانتوما راه شريتها مني انت وباقا عامره، يعني الدليل على ذلك بانني ما كنستعملهاش كل خطره ولا كل سيمانه ولا هادشي، باش كنخرجوا الدريات على الوجه ديالهم، كنبقى نهضر حتى تنسخف. هانتوما البنات هي كتجي بحال هكايا، راه فيها راه يعني عامره فيها مش عارفه شحال فيها، المهم ما علينا، المهم ما علينا. المهم البنات انا كنصحكم تاخذوا ديال الحامض، كاينه ديال اللوز، كاينه ديال زبده الكاليتي يمكن ولا الكاريتي ولا سميتها، المهم فيها انواع ديال الافوكا، كاين بزاف بزاف بزاف، كنصحكم تاخذوا ديال الحامض، حيتاش البنات الحامض ملي كتزرق ليكم ديك البلاصه الحامض بعدا واحد شويه كيبيض ليكم، يعني ماشي كيبيض ليكم شويه وصافي. هاد سميتو كتحطوها على الموستاج، انا بالنسبه للموستاج كتشدوا الموستاج تحطوا فيه هاد الكميه هادي، ياك هادي كنصحكم ما تستعملوهاش فاش تبغيو تحيدو، حيتاش كاين اللي كيقاد بها بحال هكا وكيجيو كيحيد بها بحال هكا، ما تسنيش منها تحيد لك، كتسني منها هي حرشه، ماشي حرشه هي راه ماضيه، غادي تسني منها غير تخلي لك غير الاطراس، هادشي اللي تسني منها. المهم البنات كتشديها هي بعد اول حاجه كتكي بها بحال هكا، كتسنايا واحد المده هنا واخا كاتبين، شوفوا البنات واخا كيكونوا كاتبين، ديري داكشي اللي كيكون واحد مجربه، هنايا راه غير دايرين راه ما عارفينش شنو دايرين، ديري لك هنايا على حساب الموستاج، ديري يعني على كلشي ماشي غير الموستاج، من 3 من يعني من 5 دقائق حتى 10 دقائق،
وهذه اللي خليتيها حتى 10 دقائق كيفاش غيولي اللحم ديال الوجه ديالك؟ نديرو حنايا اللحم ديال البيض والسيغان داكشي كيكون يعني كيكون شويه يعني كيقولوا قاصح الوجه ديالك كيفاش غيكون يعني تسني منها الا خليتي منها خليتيها في 10 دقائق حيدي الجلده من موراها غتبقى لك الزروقيه كتبقى حتى تمشي واحد الطبقه رقيقه ديال الجلد صافي تسني منها الزروقيه وتسني منها الحموريه يعني كتسني الحموريه موراها الزروقيه هادشي اللي كيكون المهم هنايا كتخليها 3 دقائق ومن بعد كتاخذي فوطه اولا بحال هكايا كاغيط ولا كلينيكس المهم يكونش تكون شي حاجه مرطبه ما حارشه وتشدوا يعني هاد سميتو ما تمسحوش بحال هكا هكا ما غادي يدي لكم حتى شي حاجه ما تسناو منها والو تشدوا بحال هكا بحال بحال كتحكي وجي ثاني هنا وحكي ها نتوما البنات غير دابا اقسم بالله البنات غير دابا طيرت ليا الزغبات ما كاملاش حتى 5 دقائق راه دابا الفيديو دابا فيه يمكن 6 دقائق ودرت انا 5 دقائق ما عرفتش شوف قدر يبان لكم المهم ما عرفتش واش بان لكم ولا لا المهم باش تثقوا بيا اقسم بالله حتى تحيدت هاد البلاصه هادي وهي باقا هادي هادي باقا وهادي حيدت غير دابا غير فاش هضرت معكم حطيتها حيدتها يعني باش تعرفوا بان الا كثرتي درتيها 5 دقائق حتى 10 دقائق حتسناي الجلده تحيد وبالنسبه للطوابق ها اللي كينفع معاه هو هذا كينفع معاها الكيس الطوابق يعني الطوابق والسيقان ولا السيقان ولا داكشي الاخر المهم غادي تشدوا بحال هذا الكيس هذا ما ديوش البنات راه جبتو من سميتو راه باقي سارد غادي تشدوا يعني ديروها تحت طوابكم وتخليها واحد المده ديال 10 دقائق من 5 حتى 10 دقائق هادشي اللي كندير البنات ومن بعد كنحك بحال هكا بحال هكا كنحك نحك 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 كنبقى عليها كلشي حتى هنايا البنات كنديرها يعني كنبقى ندير هكا صافي البنات وتشوفوا النتيجه يعني حسن ما كتحيدوا بهذه هذه كتجرحكم هذا البنات كيحيد كلشي صراحه زوين بزاف هذه كما قلت لكم غير في الوجه اما الشيء الاخر غير ديروا ماشي مشكل خا ديروه حتى مره في السيمانه يعني عادي غير الاخر يعني الوجه والمستاج تماك فين كتكون شويه صعيبه صافي البنات هادشي اللي كاين وكنتمنى يعني واحد شويه نفيدكم واحد شويه وشويه نفيدكم وصافي هادشي اللي كاين وبغيت نقول لكم على هاد نيفيا هادي من بعد البنات رطبوا ملي تحيدي رطبيها وتكون بشره نظيفه البنات تكون بشره نظيفه في الوجه كنأكد البنات في الوجه تحت طوابق في السيقان يكون كل شيء موسخ يعني كتكوني مباشره باغا تدخلي تدوشي كتستعمليها وتسني واحد 10 دقائق وتدخلي وحكي من بعد عاد حكي ولا دوشي ولا شنو بغات ديري ديك الساعه ديري اما في الوجه مباشره تخرجي ديريها على الوجه ديالك وحيدي عادي وكما قلت لكم الترطيب ضروري ترطبوا بزيت الكوك زيت العود نيفيا اللي عندكم اي مرطب يعني ما نشرطوش ومول الدار ما يفرط يعني من اللي كان هادشي اللي غنقول لكم وبالنسبه لبنات نيفيا نيفيا اللي قدرت لواحد الفيديو عليها على واحد الوصفه اللي زوينه بزاف كتبيض البشره وكتصفي البشره قلت لكم بان راه كاين فيها واحد كاين فيها واحد كاينه فيها جوج نوع سمحوا لي البنات فيها جوج نوع كاينه الفري وكاينه البروميير وكاينه الدوزيام هانتوما البنات باش تعرفوا بان البروميان كاينه واحد هنايا دوف ويلي البنات سمحوا لي كاينين عرفتي كنصور في الليل راه جايني النعاس هانتوما كاينه هنا نيفيا هنايا كريم نيفيا كريم ياك كيما كتشوفوا هنا انا غادي ندير هنا كتسمعوا والو ياك سمعوا هنا هاي هاد نيفيا هي هاي كتسمعوا فيها حتى هي والو ولكن سمعوا هنا هنايا البنات الا دوزتوا يديكم كتحسي بالكلمه ديال نيفيا وكريم كتحسي بها
ني بزاف منكم حيت شي يقولوا نيفيا كاينه غير في برا في طاليان فرنسا اسبانيا هادشي اللي كي يعني في برا كيجيبوا غير نيفيا. البنات قلبوا على كاينه هنايا في المغرب كاين عندهم الماكياج وصي لي يقول له يجيب لك نيفيا الحقيقيه ملي يجيبها لك قلبيها هنايا قلبي نيفيا غتلقايها فري من هاد البارتيه اللي كاينه هنا حكيتيها كتحسي بيها ما قصتيها كتبان لك بحال عاديه بلا ما تشريها نيفيا مزوره وصافي احسن نيفيا هي هادي وقديمه بزاف وكنفضل هادي على الاخرى اللي كتكون نيفيا سوفت هادي كريم زوينه للبشره جميع انواع البشره ومفيده حتى البشره مغذيه ومرطبه احسن مرطب هو هذا واحسن مغذي واحسن مبيض فيه انواع يعني ماشي في انواع فيه فوائد كثيره هاد نيفيا هذا صافي البنات والله الا ملي كنهضر تقول بحال مخدمي ليا البريز كنبقى هضره 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 وصافي البنات كنتمنى تقبلوا عليا والله العظيم البنات كنتمنى تقبلوا عليا على هذا الفيديو هذا وعلى يعني على هضرتي وعلى يعني شنو ما كنبانش ليكم اول حاجه ما كنبانش ليكم تقبلوا عليا واخا راني كنعطيكم وصفات من قلب قلبي يعني ما كان يعني ماشي دايره يوتيوب يعني من باش ما عرفتش شنو ناويه من موراه ان شاء الله ناويه من موراه بزاف تاع الحوايج ولكن احسن حاجه وهذا الشيء اللي كناويه نعطيكم نفيدكم بعدا الا ما بعدا ما ربحش نفيد ماشي انا ما فايده وما رابحه هادشي اللي كاين البنات بعدا غير جربتوا شي وصفه غير رحموا والديا وخا باقيين حيين كما كيقولوا ارحمهم في الارض بعدا اولا عاد في السماء صافي هادشي اللي كاين يلا بسلام عليكم ما تنساوش ديروا جيم وتخلوا لي تعليق وشوفوا واحد الرسم راه بان لكم في واحد الحيط المهم البنات راه غادي هادشي كامل غادي يتبدل ان شاء الله الى كتاب الله يسهل علينا ومهم الكتاب الحيط هو غادي نصبغه هادشي كامل غيتبدل صباغه راه صبغت ليا بنتي واحد الرولو ما ديوش عليه المهم حاله وصافي ما ديوش عليها وصافي يلا بسلام عليكم البنات وكنتمنى تهلاو في ريوسكم تهلاو في ريوسكم تهلاو في ريوسكم يلا بسلام عليكم.